وحياكم الله مشاهدينا من جديد. صارت الآن جاهزة ويانا سعيدة نانية رؤى. اليوم راح نتحدث وياها عن المصادر الطبيعية في إنتاج واكتشاف الأدوية وأيضا أنواعها بالتفصيل وغيرها كثير من المعلومات اللي راح تطلعنا عليها. صباح الخير رؤى. صباح الخير. صباح الخير. صباح الورد. أهلا رؤى. رؤى يمكن اليوم هذا موضوع جدا مهم أن نسلط الضوء عليه، لأنه في دائما جدل ما بين المواد الطبيعية أو الشغلات الطبيعية اللي إحنا بناخدها من الطبيعة وأيضا الأدوية، ودائما بيقولوا لك أنه لا هذا ما بفوت بصناعة الأدوية أو أنه هذا بفوت بصناعة الأدوية. صح. فخلينا نحكي اليوم عن دور المصادر الطبيعية في إنتاج الأدوية واكتشاف الأدوية. صح. بالبداية حابة أصبح على كل الناس اللي يشوفونا، طبعا استخدام الأدوية مو بس يسموها الدراج ديسكوفري أو اكتشاف الأدوية، لا، هم قاموا يستخدموها بالديفلوبمنت مال الدراجز. وطبعا هذا الشيء مو شيء جديد، يعني بدراسات علم الإنسان تقول أنه بلش الإنسان يستخدم المصادر الطبيعية قبل تقريبا 60,000 سنة، بالتحديد بمناطق شمال العراق والكردستان، من هناك بدأت. كانوا يستخدموها كهيلينج للجروح، يستخدموها علاج الأمراض المختلفة، يستخدموها مثلا إذا صار حتى عندهم كنوع من الأنتيبايوتكس. من زمان كانوا يستخدموها، بس الجديد اللي تطور أنه صار طريقة استخدامها أو استخراج المواد الطبيعية صار يختلف بشكل متطور. صاروا أنه يفكرون أنه ما نريد نستنزف شيء احنا ما محتاجي، يعني دائما صار الاتجاه نحو انه نستخدم مصادر متجدده. نعم. يعني مثلا قبل كانوا يستخدمون الاسفنجيات يطلعون من عندها انتيبايوتيك، بعدين قاموا يقولون لا، البكتيريا اللي موجوده جوا الاسفنجيات هي اللي تسوي لنا هذه الانتي بكتيريال اكتيفيتي، فخلينا لين نروح نستنزف بس الاسبونج، لا، خلينا نعرف شنو هي بالضبط البكتيريا اللي تسوي لنا هاي الاكتيفيتي ونروح نسوي لها جروث ونستخدمها. حلو. فصار انه الاختلاف بس انه ما يريدون يستنزفون، يعني ما يريد نستخدم كمصادر طبيعيه بالادويه ونروح نخرب على الطبيعه. نعم. لا اكيد، فهذا اول اختلاف. فقلت لك وهمين شفناها بالنسب، هم يعني تقريبا اكثر من 60% من الدراجز الموجودين اصلا بالماركت هم من ناتشورال ريسورسز. صحيح. حلو. طيب خلينا نحكي رؤى عن انواع المصادر الطبيعيه هذه الموجوده، من وين ممكن تكون؟ يعني كل شيء بصراحه، ممكن يكونون نباتات، ممكن يكونون حيوانات، بس اهم شيء هي المايكرو اورجانيزمز او الاحياء الدقيقه اللي هي اهم وحده، مثل البكتيريا. يعني من انجح انواع الانتيبايوتكس هم اصلا من البكتيريا، يعني مثلا عندك بكتيريا الاكتينومايسيس طلعنا من عندها ستريبتومايسين، تيتراسايكلين، فانكومايسين، هذول من انجح انواع البكتيريا. فقلت لك المصادر الطبيعيه ممكن تكون كل شيء، بس من اللي اكثر شيء يركزون هم اكثر شيء على المواد او المصادر المتجدده، يعني مثلا يستخدمون مثلا الاكواتيك او المياه اكثر شيء يستخدمون، لانه النظام البيئي المائي هو عالم كامل، يعني تقدرين تلقين بيه اي شيء. فهذول المصادر ممكن تكون اي شيء يعني، بس الفرق انه دائما يحاولون يلقون يسمون لو توكسيسيتي، يعني ما يكون عندنا سموم عاليه بالضبط، يعني اكو بعض المواد الطبيعيه للاسف كانوا يستخدموها بعدين اكتشفوا انه لا، لها سموم عاليه. فمتعدده المصادر الطبيعيه، يعني ما تخلص اذا راح نحددها. حلو. طيب خلينا نحكي عن احدث الاستخدامات الطبيه لهي المصادر الطبيعيه. اوكي. طبعا قلت لك انه زاد كل التنشن عليهم، يريدون يلقون اكثر الاستخدامات او اهم شيء، بس اهم شيء بداوا يستخدموها بالانتي كانسر او المضادات السرطانات. مثلا عندك من انجح انواع الادويه الباكليتاكسل، سايتوسار، هذول كلهم من مصادر طبيعيه. بداوا هم يسوون كادويه يسموها الاورال دوزج فورم، يعني ياخذوها انتي كانسر مثل الاورال. يعني مثلا عندك الدراج اسمه فيوكوكسانثين، هذا قاموا يسوون منه شراب حتى مو تابلت، ومن انجح انواع الادويه ضد السرطانات، وبالتحديد قاموا يستخرجوه من الطحالب. بالاضافه هم بداوا يستخدموها بالتجميل، الكولاجين بالتحديد من المارينز ايكو سيستم، بداوا يستخدموها للناس اللي عندهم مثلا تشوهات بالوجه، قاموا ياخذون الكولاجين من هذول الاورجانيزمز ويسووها باعاده بناء الوجه، لانه الكولاجين من هاي المصادر الطبيعيه بميزه انه هو بفلكسبيليتي عاليه، يعني ممكن يكون مرن، بالاضافه انه له قوه. بعض انواع الكولاجين اللي كانوا يستخدموها الصناعيه اما تكون كلش مرنه يا اما تكون كلش صلبه. ايضا استخدموها يستخدموها كدراجز الهايبرتنشن او ارتفاع ضغط الدم. واستخدموها من دراجز اللي يقللون الكوليسترول مثل دراجلوفاستاتين. فهاي اجدد الاستخدامات، بس اكثر شيء هم يركزون از انتي كانسر. حلو
طيب رؤى، اذا حبينا نتحدث اليوم عن فوائد موضوع انه احنا نستخدم مصادر طبيعيه في تصنيع الادويه، شنو العوائد اللي راح تكون بعد هذا الموضوع؟ شوفي، اول شيء لما انت تقولي مصدر طبيعي، يعني هسه مثلا اي بيشنت يجي علي اقول له عندي دراج كيميكلز وعندي دراجز من ناتشورال ريسورسز، اكيد راح يروح على ناتشورال ريسورسز، لانه الناتشورال ريسورسز حتى اذا ما فاد ماكو سايد افكت. صحيح. يعني بس الكيميكلز لا، اذا ماكو فائده اكيد راح يسوي لي سايد افكت. وممكن يعني قد تضلنا على واحده من اهم المشاكل اللي هم الانتي بايوتيك ريزيستنس، او البكتيريا اللي صارت تسوي مقاومه للانتي بايوتيكس الموجودين بالماركت. هذول الناتشرال ريسورسز يتميزون يسموه دايفرسيتي، يعني متنوع كلش. وانا لما اقول متنوع يعني انا عندي تشانسز اكثر ان انا اقدر القى من عندها انتي بايوتكس جديدين. فقدرنا حل هاي المشكله لما يكون عندي تشويسز اكثر من الانتي بايوتكس، معناته انا احاول اقدر احل المشكله الانتي مايكروبال ريزيستنس. بالضبط، يعني احنا هذا الموضوع جدا مهم نركز عليه كمان هلا، لانه احنا بنلاقي انه كثير في ناس عندهم مشاكل بالتهابات، وكثير في ناس بيلجؤوا للانتي بايوتكس بدون حتى وصفات طبيه. طبعا صح. فلما نيجي احنا نطلعهم من مصادر طبيعيه، قد ايه بيختلف الموضوع من انك تاخذي يعني دواء من مصادر كيماويه او انه من مصادر طبيعيه. هو بصراحه هاي الانتي مايكروبال ريزيستنس، يعني الناس عبالهم انه مثلا بس الالتهابات مثلا بلاعيمي، مثلا التهاب بسيط، لا اكل صدق التهابات يعني ممكن تؤدي لوفاه المريض. يعني مثلا من الامثله اللي هو الفطريات اسمها الكانديدا البيكانز، هذا توصل الريت مالته انه يسوي وفاه للمريض الى 50%، لانه ممكن يدخل على البيشنتس الموجودين بالاي سي يو، يسوي عليهم تسمم بالدم، وهذا راسا يؤدي للوفاه. وسنويا هذا بالتحديد الالتهاب يكلف امريكا 1 بليون دولار. فيعني المبالغ اللي تسببها او اللي يعني تسببها هذه المشاكل الطبيه شيء كلش كبير. فانا نلقى الحل خصوصا من مصادر طبيعيه، يعني اتس فيري جود. 100%. طيب رؤى، احنا نشوف دائما يقولون الاطباء والصيادله ايضا انه لا تاخذ انتي بايوتيك وتقطعه، لو تاخذ الدوره كامله لو تاخذه. يعني كل خلينا نحكي عن السبب، عن هذا الموضوع والهدف من عنده ايضا. لا تاخذون انتي بايوتيك، يعني اني ما اخذ انتي بايوتيكس الا اوصل مرحله يعني خلص ما اقدر انام، يعني ما اقدر اقوم. يعني البكتيريا الناس عبالهم ان هي شيء بسيط، البكتيريا كلش اذكى بهوايه من عندنا. يعني البكتيريا اول ما ندخل عليها انتي بايوتيكس تقوم تسوي ميكانيزمز، ممكن تقوم تطرد الدواء برا جسمها، ممكن تسوي حتى جينات خصيصا على مود تقضي على هذا الدواء. بليز لا تاخذون الانتي بايوتكس بدون ما يكون عندكم حاجه ملحه، لانه لما انت تتعرف البكتيريا دائما على الانتي بايوتكس راح تسوي لها ريزيستنس او مقاومه، راح تتعرف عليها. فمره جايه لما يصير عندك التهاب، يعني لو تاخذ 10 علب انتي بايوتكس صحيح ما راح يفيد باي شيء، فلا تاخذهم. أكيد. ان شاء الله يا رب توصل هاي المسج يعني لكل الاشخاص اللي بيحضرونا، ضروريه. واكيد كمان رو انت ذكرتي الطحالب، فانا هيك صار عندي فضول، بدي اعرف شو اغرب المصادر الطبيعيه اللي قدروا يطلعوا منها ادويه. يعني مثلا عندك الطحالب، عندك يسموها السي جراسز او الاعشاب الموجوده بقاع البحر، استخرجوا من عندها انتي فايرال، انتي بكتيريال، حتى انتي كانسر طلعوا من عندها. ممكن عندك الفونجاي اللي هم الفطريات، عندك قلنا الطحالب يطلعون من عندها اللي يسموها الاكسترا سيلولار بوليساكرايد، يطلعون من عندها مواد حتى يقدرون يستخدموها كنقل للادويه او الفاكسينز. اكو بعض الادويه تتطلب انه لازم يكون عندها سلو ريليزنج، او انه شوي شوي تطلع بالجسم. فقاموا يستخدموها از ترانسبورتر ايجنت، يعني خلوني ينقلوها بالفاكسين، قاموا يستخدموها كان از ترانسبورتر ايجنت. عندك ليس طلعوا من عندها هم يسموها النانو بارتيكلز، صاروا يسوون من عندها بارتيكلز كلش صغيره. طبعا هاي البارتيكلز حلت مشكله من اهم المشاكل اللي بالصيدله، اللي هي يسموها لو سوليوبيليتي، او تكون ذائبيه الدواء قليله. فلما يسووه از نانو بارتيكلز راح تزيد عندي الذائبيه. فمصادر قلت لك يعني متعدده، واني اكثر شيء كان تركيزي على الاكواتيك ايكو سيستم، هو بصراحه اختصاصي يعني دراسه اللي انا سويت
سويتها، ومثل ما اخاف يعني الناس يتذكرون ان انا طلعت انتي باكتيريال من الطين مال دجله ومن طين البحر الميت. حلو. فيعني اغرب شيء ممكن اي شيء تجيه بالطبيعه هو نقدر نطلع من عنده. صح. حلو حلو. صراحه رؤى بالبدايه احنا نحب نبارك لك انه انت حصلت على درجه الامتياز في رساله الماجستير، ونتمنى لك كل التوفيق. شكراً. يعني شكراً. مثال مشرف لكل الصبايا العراقيات اللي يتابعونا انه يتشجعون ويخطون نحو احلامهم. وحابه منك رساله ايضا لجميع الاشخاص اللي يتابعونا بالذات بما يخص موضوع مضادات الالتهابات. يعني ارجع اقول لا تاخذ الانتيبايوتكس اذا مو انت بحاجه، يعني اذا مو الدكتور يقول لك انت عندك بكتيريال انفكشن لا تاخذه، الا تسمع بلسانه يعني باذنك تسمعها هاي الكلمه. ثاني شيء بليز حتى لو اخذت الانتيبايوتكس كمل الكورس، يعني هي حبايه او حبايتين يعني باليوم، يعني ما تاخذ منك دقيقه. ممكن اوكي بعض الادويه صح ممكن تسوي الام بالمعده او شيء، بس اتحمل لانه مصلحتك ممكن فعليا انه يصير عندك انفكشن يدخلك لا سمح الله للاي سي يو، والدكاتره ما يقدرون يسووا لك اي شيء، انت تكون شبعت جسمك بالانتيبايوتكس. فهاي رسالتي هي اهم شيء ينتبهون عليها. اكيد. شكرا كثير لك رؤى، شكرا لوجودك معنا لليوم. يعني شكراً لكم اليوم انت نورتينا وكمان اعطيتينا معلومات شكراً. جدا مفيده ومهمه. شكرا لك. شكرا لكم. طبعا شو شكر طبعا موصول لكل مشاهدينا الكرام اللي تابعونا اليوم بحلقتنا من صباح دجله. نرجع نشوفكم باكر وبنفس الموعد. شكرا لك. شكرا لك وهج، والى اللقاء.